معكم ورحمة الله إخواني، حياكم الله ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا فيديو جديد ومعلومة جديدة إن شاء الله تعالى. بالنسبة لهذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش غادي نبروغراميو الكالكولاتور موتور. كما كتشوفوا عندنا أوبي زافيرا وعندنا موتور 1.6 كالكولاتور موتور يعني خسرات. فشنو درنا؟ جبنا كالكولاتور آخر. أهم شيء فاش بغيت تشري كالكولاتور قديم يكون الكود، يعني اهم حاجه اخوتي فاش نبغوا نديروا كالكولاتور قديم لازم الكود يكون مطابق لديك الاوريجينال ديالنا. المهم ديال الاوريجينال القديمه راه ركبناها جديده ولا المهم هاي ركبناها قرب هنا هاي كما كتشوفوا معايا ركبناها هي هادي، يعني بالنسبه لوبي ساهله كتجي هنا الفوق. دابا شنو غنديروا؟ غنجي معايا. المهم بالنسبه لهاد السياره هذه ولا هاد الطريقه هذه يمكن نستعملو حتى الاوتين، ولكن في هذه الحاله عندنا الاوبكوم يعني اوري ديال الكمبيوتر ديال الاوبيل، فمن الاحسن نديروها بالاوبيل وصافي. معلومه مهمه شنو هي؟ الكالكولاتور فاش تشريو خص يكون عنده الريزيد، يعني يكون ديجا عملوا له الريزيد، سنو ما يمكنلكش بروغرامي انت. الا بغيتي دير الريزيد خص تكون عارف الكود سيكوريتي ولا تكون عارف فرق شتين هما ولا النمره الشاسي. دابا ان شاء الله غادي نبدا. الى شفتوا معايا هنا فاش كندور الكونتاكت من فوق ندور الكونتاكت هادي كتبقى تسيني، يعني هادي كتعني ان الايموبيلايزر كالكولاتور ما الموتور ما يديماريش. شنو غنديرو؟ كنجيو ل دابا شنو كنديرو؟ كنجيو كنختارو السنه، هادي عندنا سيارة 2000 موديل 2009 كنديرو شوز ولا جوج مرات كنبريكو ها كنهبطو لزفيرة هاي زفيرة بي كاينة. دابا شنو غنديرو؟ غنمشيو للبودي لحقاش كيما قلتلكم الكالكولاتور راه ديجا عملنا الريزيت. الا بغيتو فحال ما في الحالة ديالكم خصكم ديرو ريزيت كتجي الانجين وكتجي والله ما عرفت قلت هادي شنو شنو الموتور فيه. لا كل حال نختارو هذا ونشوف. كاينه او تيعطيك تيت هذا الموتور تشيب تيت اكس تيت 16 اكس اي ار. على كل حال فحال ما كانش ما كنتوش ديجا عامل ريزيت وكان عندكم الكود سيكوريتي كتجيو البروغرامينغ وكتجيو ريزيت ايكو هاي ريزيت ايكو كتكليكيو عليها وكتعطيو السيكوريتي كود وكتزيدو القدام. فهاد الحاله كما قلت لكم حنا راه ديجا ريزيت وغنديرو باك عاوتاني كلوز عاوتاني باك. صافي دابا خوتي غادي نجيو للبروغرامينغ سير البروغرامينغ من بعد غادي نجيو ل ايموبيلايزر بروغرامينغ. هذا هو طلب منا سيكوريتي كود، هذا سيكوريتي كود خصو يكون عندك. الا ما كانش عندك كتمشي بالنمرة الشاسي كتمشي عند اوبيل تيعطيوه لك ولا كتقرا يمكن لك تقرا بالابريتيس سيكوريتي كود نديرو الكود دابا اوكي دي كونترول انت اكسبت دي سيكوريتي كود قالك بلي الكود راه مزيان اوكي. دابا غنمشيو بروغرام ايموبيلايزر فونكشن ديك الثانيه هنا تيقولنا شنو بغيتو تبروغرامي اوكي. هنايا فحال ما بدلنا سي ام ستيرينغ كولوم حنا ما بدلناش هادي اتش سي ام انجين و اتش سي ام سيكون حنا نديرو اتش سي ام الكترونيك كونترول مودول. هاديك تنقول له دو 8 وهو قالك هنايا سكسيسفل بروغرامد اوكي. و الى جينا لهنا نلاحظو بالله هادي مبقاتش كتسيني. دابا غنحيدو الكونتاكت ونعاودو نردوه ودابا غنديماريو. كما شاهدوا ديمارات الحمد لله بالخف ان شاء الله تبارك الله. وهذيك راه طفات يعني كما شفتوا الطريقه سهله. خوتي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كما شفتوا طريقه سهله جدا ما كتطلبش منك كاع تقريبا 10 دقائق. فنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا وزادكم هذا الفيديو معلومات ان شاء الله في المجال ديال الميكاترونيك.
الى فيديو قادم. ما تنساوش الضغط على لايك وما تنساوش كذلك مشاركه الفيديو مع اصدقائكم. فالى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.